إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم إنها كلمة هو قائلها من هو قانت آناء الليل ساجدا هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي جعل لنا القرآن إماما ورحمة وأنزل فيه ورتل القرآن ترتيلا وأنزله على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال في حقه عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال أيضا عليه الصلاة والسلام أشراف أمتي حملة القرآن. أعزائي مشاهدي قناة الموصلية الفضائية نحييكم بأجمل تحية ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج قراء الموصل. اليوم معنا قارئ شاب جميل صاحب حنجرة جميلة ألا وهو الشيخ إبراهيم حسين آل زكريا. نرحب بكم شيخ إبراهيم في هذا اللقاء إن شاء الله ونتمنى أن يكون لقاء نافعا يستفيد منه المهتمين والسادة المشاهدين. بداية شيخ إبراهيم دائما نريد نعرف السيرة الذاتية للضيف الكريم والبداية حقيقية لدخول في المجال القرآني. تفضل. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية نشكر حضرتكم فضيلة الدكتور عبد الملك على هذه الاستضافة، كما نشكر قناة الموصلية على هذا البرنامج الرائع الذي يبرز قراء الموصل ويظهرهم للإعلام. العبد الفقير إبراهيم حسين فاضل آل زكريا حاليا إمام وقارئ في جامع الرحمة، طالب ماجستير في كلية العلوم الإسلامية. بدأت رحلتي مع القرآن الكريم من تنشئة البيت، كما هو معلوم يعني لدى معظم قراء القرآن الكريم تبدأ عندهم بداياتهم تكون من البيت. البيت الذي يعني نشأت فيه كانت القراءة فيه صحيحة، يعني جدي رحمه الله ووالدي ووالدتي كانوا يعني حينما يقرؤون القرآن واستمع إليهم يقرؤون القرآن بالشكل الصحيح، فلذلك يعني الأذن تأخذ القراءة الصحيحة منذ النشأة. لذلك يعني أصبح عندي تعلم القراءة يعني أيسر من غيري، على اعتبار أن الأساس كان يعني أساس كان قويا. بعد ذلك يعني كان عندما ننشأ يعني في الدورات الدينية نحفظ عادة جزء عما، فكان حفظي أيضا في البيت يعني كانوا يعتبرون الخطأ في الأحكام كالخطأ في الحفظ، فكانوا يعني مثلا فلا الخطأ في السواد بالضبط يعني. أو حتى يعني أنه يعني أنا ما حافظ الصورة إذا ما أعرف الأحكام مالتها، يعني إذا أقول فلا أقسم بالشفق يعني يعتبره خطأ لأنه ما قلقلت القاف. لذلك يعني استفدت كثيرا من هذه المسألة، حتى أنني يعني في المدرسة كنت أقرأ في دروس التربية الإسلامية، كان عادة يعني الأستاذ أو المعلم كنت أقرأ في بداية الدرس، فكان يعني يستغربون أنني لم أدرس أحكام التجويد، يعني يقولون لي أنت تقرأ على الأحكام، فهذه كانت البداية يعني ولله الحمد. يعني طبعا يعني هذا اسلوب التلقين الان انا اتبعه مع الطلاب الذين ياتون جدد، اعلمهم القراءه على بالتلقين يعني بدون اعطائهم الاحكام، يقرا ويحفظ السوره على الاحكام، تعطيهم يعني يكون قد اجتاز درجه في تعلم احكام التجويد، حتى اذا اكمل عند غيري فهو يعني يكون مهيئا لدراسه وقراءة الأحكام.
نعم نعم. يعني من أسباب ما شاء الله شيخ إبراهيم، يا موالي شيخ إبراهيم 88 ما شاء الله يعني. أي التعليم الصح الحقيقي دائما يؤدي ثمارة بالكبر، صح. وهذا سبب من أسباب أنه الحمد لله الله منطيك حنجرة جميلة لله الحمد لله. وأنت صغير الحمد لله عملت بصمة الحمد لله بالموصل وفي جامع الرحمة. أنا بيت عمي بجامع الرحمة طبعا، أخوال أولادي يجون يقولون والله أكو إمام يصلي عندنا برمضان وقاري نتونس. أنا عفوا يتكلمون على الشيخ إبراهيم، أقول الحمد لله يعني ناس تتعنى تصلي والله دكتور. من فوائد الصوت الجميل طبعا الحمد لله. يعني هي نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يتقبل من هو أكيد إن شاء الله القبول إن شاء لما الله. الإنسان يعني يرى الثمرة ويعني يتشجع لكي يعني يقدم المزيد، عندما يعني يكون الهدف من يعني القارئ هدفه بقراءة القرآن يعتبر القرآن رسالة، وأنا هذه رسالة أحب أن يعني أوصلها للناس عن طريق الصوت الحسن. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال ليس منا من يتغنى بالقرآن، هذا الكلام يعني فيه أبعاد أخرى، أنه أنا عندما أقرأ القرآن الكريم وأتغنى به أجمله للسامع بحيث أنه يتقبل يعني يستقبل الكلمات فتلامس قلبه. يعني كلنا يعلم الشيخ المنشاوي الذي يعني أنا أعد من مدرسته يعني ثمار مدرسته الشيخ المنشاوي يعني يسمى قارئ القلوب، يعني عند بعض لأنه يعني حقيقة حينما يسمعه حتى يعني الذين يعني متأثرين بالقراءة العراقية، يعني عندما يسمعون الشيخ المنشاوي هذا أمر آخر. أنا يعني أقرأ عراقي ووالدي تعب عراقي، بس نحن نشأنا على شيخ محمد صديق المنشاوي، صحيح. والدي يسمع محمد صديق المنشاوي، نحن أخوتي كلهم محمد صديق المنشاوي، نعم. كل مدارس عظيمة ما شاء الله، بس رقم واحد محمد صديق المنشاوي، صدقت. سبحان الله حنجرة رحمانية سبحان الله. سبحان الله. من هذا يعني احنا دائما قبل ما نكمل كلامنا نربط انه حتى يوم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمع ابو موسى الأشعري، نعم. قال يا رسول الله والله لو علمت انك تسمعني لحبرته لك تحبيرا، نعم. يعني معناته العلماء يقولون معناته القارئ يوم اكو جمهور من السامعين موجودين ويهتم بالقرايه، نعم. هذا يوافق الحديث النبوي، صح. يعني طبعا الحرفين لك لحبرته لك، يعني هذه اي ما بها انه رياء او شيء، لا انا بالنسبه لي يعني اراعي الجمهور. يعني بعض الناس مثلا حينما يقرا في المدينه لا يقرا، يعني يقرا خلاف ذلك مثلا في قريه من القرى مثلا، لان يعني البيئه تختلف فيقرا ما يناسبهم. مثلا بعض القراء عندنا اذا مثلا يطلعون خارج العراق، احد القراء طلع على تركيا مثلا يحاول يجيب الأنغام المقاربة للتركية، الحجاز والبيان بالضبط، بحيث أنه يعني حتى يتلائم معهم ويتناسق هذا. فالقصد أنه أنا أريد عندي هدف ورسالة أنه أوصل هذا كلام الله عز وجل، وهذا أوصله لقلوب الناس، هذا يعني هذا لأنه يعني كما تعلمون وكما تعلمنا من مشايخنا أن هذا القرآن الكريم يعني ما قصده يعني ما قصده إنسان إلا فلح، ورفع الله به أناسا ويضع آخرين، يرفع الله بهذا القرآن أناسا ويضع آخرين. فالقرآن الكريم ما قصده امرؤ إلا فلح، لذلك يعني يعني يجب أن يكون هذا هو ديدننا وهذا هو هدفنا من قراءة القرآن الكريم. رب العالمين قبول. آمين. تعقيبا لكلامكم شيخ إبراهيم، لكل مقام مقال. نحن ستعدنا حتى القراءة العراقية، نعم. نحن عدنا تعرف قرى، عدنا قرى عربية، قرى كردية، كردستان، نعم. موصل، مواصلة، هاي كلها أنت وين ما تطلع لازم تقرأ شيء لما تناسب مع بيئتهم، وهي البيئة. من هذا نحن دائما نقول القاري يسلح بالأنغام، الأنغام توافق أحكام التلاوة. أكيد نحن منتهين إنه أحكام التلاوة منتهين منا، نعم. انتهي منا، يعني خط احمر انتهى، يعني ما نعيد دائما نعيد. بس ليش دائما القارئ يكون مسلح بالانغام؟ انه وين ما يطلع يعرف ايش يقرا. نعم صحيح. من هذا احنا يوم نتكلم خاصه الاصوات الطيبه، نعم. مثل جنابكم وكثير عندنا بالموصل ما شاء الله ما عنده علم بالنغم، نقول يابا تعلم، اتعلم سلاح اللكة، يعني هذا السلاح وين ما تطلع ما تخاف، وين ما تطلع تقرا انت دكتور مسيطر. يعني هي اكو نعم نقطه شاء. اكو نقطه يجب على طبعا ما بس يعني ما بس قراء القران الكريم، أي طالب علم أو يجب أن لا يعتقد أنه وصل،
مني أعتقد أنه وصل انتهى تحجم انتهى. يعني كثير من القراء يعني من أصحاب الفضل ويعني نحن لا ننكر فضلهم، ولكن يعني وقف عند حد معين، يعني كل ما تستمع إليه تستمع إليه بنغمته المعتادة وتعرف أن هذا يعني القصد. نحن نريد أن يعني القارئ ما بس يعني مسألة الأنغام وأي علم آخر، الإنسان يعني دائما يعني يظن نفسه أنه في بداية الأمر ويحتاج إلى التعلم. هذا الأمر يعني يعطيه مساحة، يعني يرى أنه أمامه ومهما بلغ من العمر يرى أنه أمامه يعني مساحة يجب أن يقطعها أو مسافة يجب أن يقطعها في هذا العلم. وكلما زاد علما طبعا الأجر هو على الله سبحانه وتعالى وطور نفسه فيها وفي نعم. جميع المجالات نعم. ما شاء الله تمام. أي يشوف نفسه وصل لمرحلة أنه لا ماكو سبحان تمام. الله وما أوتيت من ظن أنه علم فقد جهل فقد جهل نعم. نرجع شيخ على بعد هذا الجو العائلي القرآني ما نعم. شاء الله، يعني جو مبارك ما شاء الله، الجو القرآني هذا ما شاء الله، يعني نتمنى يعني جميع العوائل يعني هذا المنشأ الطيب الحمد لله. بالابتدائية نعم كان حسيت انه صوتك جميل مثلا ممكن تقرأ لو بالمتوسطة مثلا في الابتدائية. طبعا دروس التربية الإسلامية انا الحقيقة كان عندي شويه يعني نوع من الانكفاء على النفس، يعني شويه استحي مثلا اقرا بصوت او مثلا اظهر صوتي او يعني ما عندي جراه ادبيه يعني في وقتها بدايه نعم. ف يعني كنت اقرا على قدي يعني على قد الصف يعني مؤخرا يعني انا بالسادس اعدادي يلا اذنت اول مره في مسجد، وهي تعتبر متاخره يعني حقيقه، لأن كنت في يعني في المدرسة عادة أقرأ في الصف، يشجعني يعني معلمو التربية الإسلامية، وكان يعني هناك مثلا يعني كنت متميزا في مسألة قراءة القرآن الكريم في الابتدائية وفي المتوسطة. يعني أذكر كنت في مدرسة الفتوة، أذكر في أحد الدروس كان عندنا درس فراغ، فإحدى المعلمات كانت تعلمون يعني حتى ما معلمة إسلامية، معلمة التربية الفنية الست منى، يعني أنا أضربها كمثال أيضا نعم. للتربويين نعم. كم يعني يترك بعض المواقف تترك أثرا. فسألت سؤال قالت يعني من الطلاب يقرأ لنا شيئا من القرآن، فأنا كنت حافظا سورة ياسين، حفظتها من أبي يعني من بكثرة ما يقرأها، فقلت لها أنا سأقرأ سورة ياسين، فقرأت سورة ياسين في نهاية الدرس أعطتني هدية. إلى الآن هذا الموقف يعني هدية شيء بسيط يعني هو بس ما لا ينسى، وشجعني لأن أقرأ يعني هذه كانت يعني إحدى خلينا نقول مسائل اللي أعطتني شوية شجاعة بقراءة القرآن الكريم. فيعني هذه أحيانا موقف بسيط جدا ويعني هدية بسيطة ولكن تترك أثرا كبيرا يعني. هذه يعني يجب على التربوي طبعا التلقي والإعطاء يعني التسليم يعني تسليم العلم كلها يعني فن، كل شيء له فن في بحد ذاته. فأحيانا الأستاذ بطريقة يعني إعطائه المادة أو يعني أستاذ التربية الإسلامية كلنا كنا نقتدي به ونظن أنه يعني هاي المسألة. يعني دخلت مسابقة في تلاوة القرآن في حفظ القرآن الكريم. وصلنا مسابقة الشيخ إن شاء نعم. الله حتى نكمل بعد الفاصل إن شاء الله. على المسابقة. أعزائي المشاهدين فاصل ونواصل مع الشيخ إبراهيم آل زكريا. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. عدنا إليكم أعزائي المشاهدين وبرنامج قراء الموصل، اليوم معنا القارئ الشاب الشيخ إبراهيم حسين آل زكريا. وصلنا شيخ قبل الفاصل على المسابقة بس نعم. نحن ما شاء الله الوقت يعني يوم الأشر لي المخرج أخونا أستاذ حميد أنه الفاصل أول انتهى، تعجبت طبعا نعم. الوقت يمشي سريع، نريد نسمع شوية تلاوة إن شاء الله من جنابك على رواية حافظ، بعدين ندخل على أول مسابقة الجناك ما شاء الله داخل مسابقات كثيرة نتكلم إن شاء الله نسمع تلاوة، والمشاهدة يعني على شوق يسمع صوتكم الجميل. تفضلوا يا شيخ، المصحف موجود تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. الله، لا إله إلا الله. قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. إن الله عزيز حكيم. لا إله إلا الله. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى كل يجري إلى الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما وأن الله هو العلي الكبير. صدق الله العظيم. طيب الله الأنفاس، ما شاء الله. والله نحن نفرح يعني أكو الشباب إمكانيات ما شاء الله، يعني البيات والرس والنهاوند والسيقاء رجعت على البيات، أنغام جميلة. نعم. النهاوند المنشاوي ما شاء الله عايشتنا
بغير مكان يا شيخ إبراهيم. الله يبارك فيكم. الله ينطيك الصحة والعافية ويحفظك هاي حنجر إن شاء الله. إيه شيخ نتكلم على أول مسابقة دخلت بها إن شاء الله نتكلم نكمل الحديث. دخلت مسابقة كنت في الصف الثاني الابتدائي. نعم. كانت تقام مسابقة بحفظ جزء 30 جزء عامة. نعم. فدخلت وأنا حافظ لي جزء عامة. كان يعني حقيقة كنت الثاني على محافظة نينوى بخطأ ليس بخطأ هو. أذكر كنا في حي الزهور فكنت أصلي في جامع المحروق عند الشيخ حازم نوجه له تحية. أي والله الشيخنا وعمنا من أصحاب الفضل يعني كنت متأثرا به جدا يعني الشيخ حازم شيد. أي والله. نعم. فكنت أقلده فيما يقرأ بيني وبين نفسي أنا يعني كنت ما أظهر وما شاء الله مدرس الشيخ حازم. أي والله. فمن ضمن ما كنت أقلده به حتى طريقة قراءته للآيات يعني كان عندما يقرأ قل هو الله أحد كان يقول قل هو الله أحد الله الصمد. فهذه اعتبروها خطأ عندي يعني يبدو أنه الأستاذ المتحني ما يعرف الوصل يعني كيف يكون فاعتبرها خطأ. أنا حتى يعني خلال المسابقة ما أعرف يعني صف ثاني ابتدائي ما أعرف يعني هو لجنة التحكيم ما يعرف أنه هاي ما يعرف. أي والله. فسبحان الله في وقت اعتبرها خطأ يعني لو كنت يعني عندي جرأة يعني في وقته كان ربما أحاججه أو أذهب إلى مدير المسابقة. لكن يعني آية قل والله واحد الله الصمد نوبات. نعم. بالتراويح بالوتر نقرأها سأم نوبة طلعت من الجامعة واحد قال لي دكتور غلطت يا وين غلطت قال لي قل والله واحد الله وأشونا يعني صعب يعني صح. طلع العامية بس إذا لجي. نعم. التحكيم يعني كان المفترض أنه يعني يتبع القصد يعني. فهذه كانت أول مسابقة لي الحمد لله يعني بعدها في عام 2007 كان خطيب جامع الرحمة الشيخ أيسر كان يعني لديه تواصل مع بغداد فسمعنا أنه هناك مسابقة في بغداد أو اختبار لقراء فيعني ذهبنا كان هناك ترشيحات يعني على مسابقات دولية ذهبنا يعني في وقتها في أوقاف بغداد كان لجنة التحكيم كانت يعني مؤلفة من مجموعة من مشايخ بغداد من ضمنهم الشيخ محسن الطاروطي القارئ المصري المعروف كان من ضمنهم مدير الإرشاد آنذاك يعني الشيخ عبد الرحمن النعيمي. حقيقة لما دخلنا ما قيدونا بالنص ففي وقتها أذكر أني قرأت سورة قاف على تقليدا للشيخ المنشاوي. فحينما بدأت بقراءة القرآن الكريم يعني قرأت سورة قاف يعني الشيخ الطاروطي بدأ يعني يهز رأسه حتى يعني في وقتها استضافونا في الأوقاف في يومها وبعد صلاة العشاء الشيخ عبد الرحمن النعيمي قدمنا أنا ومجموعة القراء الذين معي قدمنا للقراءة في مسجد الأوقاف كان هناك جمع يعني من الناس فيعني بمثابة محفل صغير يعني في وقتها يعني كان له صدى ويعني الحمد لله والشكر قال لي أريد أن تقرأ نفس السورة التي قرأتها في الاختبار يعني سورة قاف الحمد لله بهذا الاختبار رشحت إلى مسابقة القارئ العربي في لبنان وذهبت إليها حقيقة كانت يعني كنت في بدايتي يعني أنا ما خبرة قليلة خبرتي قليلة مسابقات دولية يعني طريقة تعاملي مع الأجواء أيضا يعني مسألة التبريد والتدفئة هذه مسألة يعني قارئ حضرتك يعني تعرف فيها بتنا ليلة في الطريق نسد الطريق بوقتها يعني من دواحة لبغداد في وقتها بدنا ليلة في الطريق كلها تأثر على الحنجرة طبعاً يعني أنا عندما وصلت هناك عندي التهاب بالحنجرة خاطبت الأوقاف ويعني طلبوا أنه يؤجل الاختبار لكن يعني وقت المسابقة كان ضيق لم يسمح لي الحمد لله يعني كانت تجربة يعني هي تجربة. أنت كفاية ممثل للعراق في هذه المسابقة هذا بحد ذاته يعني فخر الحمد لله في وقتها كان المحكم الدكتور أحمد النعينع
من مصر ومشايخ من ملتقي به بالسليمانية. أي ما شاء الله. تكلمت به الشيخ أحمد نعينة على المقامات العراقية. نعم. أعجب بها جدا طبعا. نعم. تحياتنا للشيخ الكبير. أي. في وقتها يعني قال لي يعني أشاد بي بمسألة الأحكام. أي. أحكام التجويد. متواضع جدا طبعا. أي نعم. أي والله. يعني كان يجلس بين في الاستراحة كان يجلس معنا. يعني طبعا تلك السنوات يعني بدايتي كانت أذنت في مسجد يعني كان قيد البناء في يعني حتى كان سماعات ما أكو بعد يعني ما وضعت السماعات في المسجد فكنا نؤذن إلى أن يعني تم بناء المسجد فبقيت في المسجد من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. حصل إشكال بسيط في المسجد نتيجة يعني اختلاف بين اثنين. أنا حقيقة عندي يعني ربيت في المنزل على أنه لا أحدث أي شيء في المسجد وأن أحترم المسجد. فأي إشكال يحصل يعني سواء أنا كنت طرف به إن شاء الله ما أكون طرف في إشكال ولكن أي إشكال يحدث أسحب نفسي. ففي وقتها سحبت نفسي من المسجد سبحان الله يعني لحرمة المسجد يعني سبحان الله دعيت لدرس للنحو في جامع الرحمة. ذهبت إلى جامع الرحمة طبعا جامع الرحمة كما تعلم حضرتك يعني كان يعني جمعية القراء يعني هي في جامع الرحمة والشيخ هشام البزاز نتحدث عنه إن شاء الله. فذهبت لدراسة النحو. في أحد الأيام ذهبنا لنقرأ النحو فلم يكن الشيخ الذي يقرئنا لم يكن موجودا كان أحد المشايخ الموجودين الشيخ عدنان اللي هو طالب الشيخ هشام البزاز فقالوا له بما أنه لم يأتي يعني لم يعني يأتي الشيخ الذي سيقرأ النحو نقرأ اليوم تلاوة. فبدأ الحلقة بدأت تقرأ وصلني الدور قالوا لي تقرأ. فأنا حقيقة يعني ما كن قرأت يعني على شيخ في وقتها قلت لهم أقرأ ما أكو إشكال. فلما بدأت بالقراءة أبقوني أقرأ إلى الأذان الحمد لله والشكر. فكانت هذه بداية يعني أول مرة أقرأ فيها على شيخ ويعني كنت في وقتها طالبا في السادس الإعدادي. الشيخ فيضي كان خطيب جامع الرحمة. الشيخ فيضي يعني الله. يعني نشأنا رحمه الله صاحب هذا المكان. أيوة بركاته لا زالت. والله لا زالت بركاته. وأنا حقيقة يعني سعيد جدا أنه أسجل هذه الحلقة في هذا يعني له مكان هذا المسجد له مكان في قلوبنا جامع الروضة المحمدية. رحمه الله. أي والله. يعني بدأت أنا ذاك يعني بدأت قراءة القرآن الكريم. أذكر أن في يعني كنت أقرأ الجزء الأول عند الشيخ. فيوم الجمعة قال لي شيخي اللي هو شيخ عدنان يوسف طبعا يعني الله يجزيه عني كل خير علمنا دقائق الأمور وكان يركز علينا يعني رغم أنه يعني أحيانا كنا نذهب ولا نحظى بقراءة عنده من كثرة الزخم الذي كان يعني في قراءة القرآن رغم أنه يعني في بعض الأحيان نقرأ آية أو آيتين يعني لأن كنا نقرأ ونقرأ في نفس الوقت نقرأ السواد ونقرأ الطلاب الجدد ما شاء الله ما شاء الله. فرغم ذلك لكن استفدنا منه كثيرا يعني أي والله عفو شيخ إن شاء الله إحنا نأخذ فاصل إن شاء الله. نأخذ فاصل أخير إن شاء الله ما شاء الله الوقت أي والله يعني دم نسمع الله صوتك نستغل هذا اللقاء إن شاء الله نتكلم إن شاء الله بعد الفاصل على المسابقات اللي دخلتها بالداخل المدينة أو داخل العراق نتكلم على القراءات السبعة نعم. ونقرأ إن شاء الله عن إمام أو راوي من رواة الأئمة بالقراءات السبعة أعزائي المشاهدين فاصل ونواصل مع الشيخ إبراهيم آل زكريا هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان عدنا إليكم أعزائي المشاهدين وبرنامج قراء الموصل والشيخ إبراهيم آل زكريا شيخ نكمل كلامنا إن شاء الله إن شاء الله على جامع الرحمة نعم. نتكلم يعني نعطي شوية شيخ هشام
البزاز هو ما شاء الله قارم القراء مدينة، هو بعيد طبعا. أيوة. إذا قريب كنا نعمل وياه يعني لقاء. أيوة. في البداية. أيوة. نتكلم قليل على الشيخ هشام إن شاء الله وجامع الرحمة. الشيخ هشام يعني حقيقة يعني لست أنا من يقيمه، يعني هو رجل يعني مدرسة في الإقراء، ويعني أيضا أكو صلة قرابة، هو ابن خال جدتي يعني. ما شاء الله. الشيخ هشام كان يعني المسجد كان يمتلئ على بكرة أبيه في التراويح، ويعني أذكر إحدى المرات يعني لم ينبهه القائمون على المسجد، انتهى الوقت ويعني صار وقت أذان الجمعة وهو يقرأ، يعني من كثرة ما يعني من إبداعه في ذلك اليوم استمر بالقراءة إلى أن أتم الصفحة، أو يعني يعني بقدر ما بالضبط من كثرة اندماجهم الناس تسمعه ما شاء الله. وله فضل علينا يعني بنصحه، ولا أنسى كلمته حينما قال لي أنا لما خرجت من هذا المسجد يعني كنت يعني مهموما كيف سأترك هذا المكان ومن سيملأه، فقال لي حقيقة أنا سعيد جدا أنه أنت في هذا المسجد، وقال لي كفيت ووفيت. أنا حقيقة لا أرى نفسي ذا يعني كذلك، ولكن الحمد لله والشكر دائما الله يهيئ له ناس فضل الله عز وجل. الحمد لله والشكر. ولكي نذكر لأهل الفضل فضلهم، الشيخ حازم شيت ما شاء الله. كنت أقرأ يعني أحيانا أذهب إلى جامع المحروق وأقرأ، فكان له فضل علي في يعني تشجيعي، يعني أذكر في مرة من المرات قرأت في صلاة الجمعة قبل الخطبة، فأتاني بعد الخطبة قال لي، سلمت عليه بعد الخطبة، قال لي لو كنت أعلم أن القراءة بهذا الإبداع لسجلتها عندي وأذعتها مرارا. هو من يعني في مسألة النغم وفي يعني حقيقة شجعني كثيرا، وإلى الآن عندما ألتقي به حقيقة يعني كلامه، ويعني أنا نشأت في مسجده وفي جامع سعدي مهدي. ما شاء الله. نعم الحمد لله والشكر. مسألة الإقراء شيخ، نحن الوقت ما شاء الله يدركنا ما شاء الله ولا نحس بالوقت. حفص قلنا بعد قراءة نعم أخذتها حمص عن عاصم، أخذتها عن الشيخ عدنان والشيخ عمر رعد، وكذلك أجازني بها الشيخ علي الراوي. الشيخ عمر رعد. عمر رعد نعم، من طلابنا ما شاء الله. نعم والله. وجه له تحية الشيخ عمر، يمكن حاليا بأربين يمكن. نعم نعم. نعم الشيخ عمر. بعد الحفظ قراءات السبعة، قرأت القراءات السبعة على الشيخ عبد اللطيف الصوفي، ولقبني بعدليب القراء ما شاء الله. أيوة عدليب القراء. ويعني بالنسبة للمسابقات حضرتك يعني قلت لي نتكلم عنها. نتكلم عن المسابقات. المسابقات دخلت مسابقة يعني على صعيد الموصل، كانت أبرزها ثلاث مسابقات في جامع الباشا وفي جامع الخضر وفي جامع خزام. في جامع الباشا كان يعني جمعية القراء الشيخ إبراهيم المشهداني والشيخ ذاكر والشيخ خليل الشكرشي. نعم. والشيخ غانم. نعم. حفظهم الله تعالى، وبقية المشايخ الشيخ محمد نوري الشيخ رامز كانوا لجنة. نعم. التحكيم. كنت الأول فيها الحمد لله. كانت مسابقة قارئ نينوى، هذه مسابقة مزامير آل داود في جامع خزام أيضا كنت الأول فيها بفضل الله عز وجل، أقامها بإدارة الشيخ رياض الحيالي أيضا. نعم. زميلنا في الماجستير. نعم. وله يعني حق علينا. أيوة. كان محكما فيها الدكتور عبد الستار فاضل، أيضا له فضل علينا كبير والله. يعني درسني في الماجستير، ويعني هو درسني أصول التفسير، لكن في كل درس كنت أخذ منه الأدب ويعني تعلم التواضع والإخلاص، يعني رغم أنه هو درس تفسير، لكن يعني مع يعني ثقلي الدكتور عبد الستار فاضل ما شاء الله من القراء الموصل، وهو الذي لقبني بمنشاوي الموصل في في حفل. ويعني حقيقة هذا اللقب في الفلوجة عام 2012 يمكن 2011 الشيخ أحمد العيساوي أبو عاصم. نعم. هذا رجل يعني ما شاء الله من قراء القرآن الكريم ومن حفظة القرآن ومن حفظة الشاطبية، ويعني رجل يعني له باع في القرآن الكريم. فمرة قدمني لقراءة القرآن الكريم في جامع في مسجد هناك في الفلوجة في جامع الراوي، فقال يتقدم منشاوي الموصل، فيعني هذا سبحان الله صار تلازم بالأمر. أي نعم. فيعني بعد ذلك في جامع الخضر
أقام الشيخ عبد الله السبعاوي، كان يعني هو هناك نعم. في نعم مع الشيخ عبد اللطيف الصوفي والشيخ الملا طه. يعني امام جمعيه قراء. نعم نعم في وقتها ايضا كنت الاول فيها بفضل الله عز وجل. على مستوى جامعه الموصل نعم. الحمد لله كنت الاول في مسابقه يعني طلبه جامعه الموصل. على مستوى جامعات العراق كنت الثاني على العراق في سنه 2009 في كربلاء. على مستوى العراق قراء العراق كنت الثالث في البصره عام 2010 الثالث على العراق بفضل الله عز وجل. حقيقة في موصل في جامعة الموصل لجنة القرآن الكريم، يعني الفنون الإبداعية سبحان الله ما صارت الفنون الإبداعية مسابقة الفنون نعم. الإبداعية نعم. إن شاء الله الله يحافينا بمعيتكم أيضا يعني معية الدكتور وفي لجنة نعم. القراء ما شاء الله أبليت بلاء حسنا كنا بلجنة التحكيم نعم. يمكن أنا والدكتور ياسين الفيصل والدكتور محمود يمكن محمود الطحان يوسف الطحان عفوا يوسف نعم. تمام بليت بلاء حسنا ما شاء الله واخذت الجائزة الأولى ما شاء الله الحمد لله بفضل الله عز وجل. بعد بس يعني حتى يعني القراء الناشئة يعني وأنا أيضا أعتبر نفسي يعني لازلت في الطريق، ولكن يعني خضت مسابقات كثيرة ولم أكن فيها من الأوائل يعني يعني ليس المرء يعني أول ما يأتي هو أول، لا يعني نشزت احيانا واخفقت احيانا توفيق من رب، ولكن العالمين. لم تثنيني هذه عن لم تثني عزيمتي بفضل الله عز وجل. هذا صح هذا يعني حتى يكون انه القارئ لا مثلا من اول مره يعني يخفق هذا وخلاص انا ما اصلح. مسابقات في جامعه الموصل يعني هاي صايره ما شاء الله 10 12 سنه نحن باللجان التحكيميه نعم. طلاب يعني يجون ما شاء الله توفيق من رب العالمين، مسابقه واحده يطلع اول نعم. مسابقه ثانيه حتى الثالث ما يحصل صح. هو توفيق من رب العالمين والمنافسه معيه الله عز وجل وطلب العون منه، وماكو اطيب منا مسابقه في حفظ القران او في تلاوه القران. شيخ ابراهيم نحن حتى الوقت لا ياخذنا القراءات السبعه اخذتها نعم. قلنا على الشيخ عبد اللطيف وال عنوان لقب القراءات عندليب القراء ما شاء الله انتهى نعم. الله يكرمكم الله يحفظكم. نيت نسمع قراءة أحد الأئمة أو راوي من أحد الأئمة نعم. نسمعها بصوت الشيخ إبراهيم إن شاء الله زكريا إن شاء الله بإذن الله. نقرأه على رواية ورش عن نافع إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. تفضل الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفر فار نباته كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون طاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور
سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله، والله نتمنى ما يعني ما تخلص قراءة. ما شاء الله الله، ما شاء الله، يعني الغام الجميلة، الآية الغام الحلوة، سبحان الله، البيات والعملية حجاز طيب جدا، اتمنى يعني تكمل الحجاز بس سبحان الله رجعت على البيات. نعم. كله طيب ما شاء الله. الحقيقة يعني مسألة الأنغام وتوظيفها ل يعني في الآخرة عذاب شديد يعني ومغفرة من الله، هذه الانتقالة يعني جدا تحدث يعني لدى المستمع أنه تنبه لدى المستمع يعني يصير انتقالة، فهذه يعني حقيقة ليس الغاية أنه والله أنا جبت حجاز أو لا لا، الغاية القصد الغاية نحن نوصل بالضبط قراءة تصويرية للسامع. صح صح، هي هذه يعني أنا تعلم الأنغام كي نوظف القرآن نوظف يعني أصواتنا لتصوير القرآن الكريم، الصورة آيات كثيرة رب العزة يتحول بها من أجلكم الله من أهل النار. نعم. يتحول بها إلى أهل الجنة. صدق، ما معقول أن نقرأ على أهل النار تمام نفس ما نقرأ على أهل الجنة. دائما هذا دائما نتكلم، وهذا يعني ما شاء الله موضوع طويل. أنتم أهل فرسان هذا الميدان. العفو، لا العفو، الشيخ الله يحفظكم، بس نحن نوصل رسالة أنه 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 تعلم النغم الأحكام أهم، بس صاحب الصوت الجميل إذا يتعلم النغم القرآني لا ضير. هو النغم إيش النغم؟ نغم فقط اسم، العلماء خلوا اسم لهذه النغمة. صحيح. فقط هي. نعم. يعني نعم. ليش نخاف من الأوزان الشعرية يعني؟ ما ليش نخاف من هذه المسألة؟ مسألة جدا عادية. نعم. وما بها يعني، هي اسم فقط، أي إنسان يقرأ نغم، أي لحن، أي شيء هو نغم. صح. بس إن نعرف الاسم أو ما نعرف أي شيء خارج عن هاي هو نشاز. نعم. وهذا دائما نوظفه في أحكام. نعم. التلاوة في خدمة القرآن الكريم. نعم. شيخ إبراهيم ما شاء الله تجربة طيبة، عائلة، مجتمع قرآني، الحمد لله. نيت نحن نشوف بعض النصائح. نعم. للشباب يعني خلال هاي خبرة طيبة الحمد لله، نيت تقدم نصائح للشباب اللي يدخل هذا المجال، مجال القرآني. نعم. أو دخل هذا المجال، حتى شوية هاي نصائح تفيده بمثل أكو صعوبات معينة يتجاوزها. نعم. أكو نصائح معينة. والله دكتور يعني حقيقة حاليا العبد الفقير أيضا يعني ضمن النشاطات اللي عندي أيضا أعطي محاضرات في تلاوة القرآن الكريم في مدرسة الأوائل الأهلية، يعني كمادة إثرائية يعني. فالطلبة كثير منهم يعني يتعلم بدروس معدودة يعني نتيجة تفاعله مع القرآن الكريم. أعطيهم حقيقة يعني ما أكثر عليهم، أعطيهم السور التي يعني مثلا سورة البلد، سورة الطارق، فيها أحكام كثيرة. فعندما أدربه على هذه السور ويضبط أحكام التجويد في هذه السور، تفتح له من سورة التوبة يقرأ على الأحكام. ليش؟ لأنه يعني الميم المشددة عنده أصبح يعني قالبه لا يقولها إلا بغنة. فلذلك يعني عدم استصعاب مسألة أحكام التجويد، إذا كان عنده يعني يرى في نفسه قابلية على قراءة القرآن فليبادر، لا ينكفع على نفسه. يعني هذه أنا تجربتي الشخصية، يعني سنين طويلة أنا يعني ربما أقصر من يعني الشيخ هشام البزاز، كان
كان موجود عندنا في المسجد، وكنت يعني أخجل أن أتيه وأقول له أريد أن أقرأ عليك، إلى أن خرج من المسجد وقرأت على تلامذته. الحمد لله استدركت نفسي، لكن يعني كثير من الطاقات عندنا تندثر ولا يعرفها أحد، هذه يعني إشكالية. وأشراف أمتي حملة القرآن، يعني يكفي فخرا لأهل القرآن أنه عندما تراهم تتذكر الله وتتذكر الله القرآن الكريم، يعني هذا أكبر مكرمة هذه يعني. نعم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعني قبل كل شيء وبعد كل شيء هو أنه يتقبل منا، وأنه يعني نكون فعلا أهلا لما ما نقرأه وما نحمله من القرآن الكريم. احنا دائما سبحان الله نقول أهل القرآن، يعني نحن طبعا بالنسبة لي يعني أسأل رب العالمين أن أكون 1% من أهل القرآن، ونسأل رب العالمين القبول. آمين. بس أنا حتى بالبرنامج المزامير الموصلية كنا نعرضه برمضان، أتكلم على أنغام القرآنية، كنا دائما نقول لازم يعني أهل القرآن يكونوا قدوة بالمجتمع. نعم. عسى الناس كلها تعرف مثلا شيخ إبراهيم أو دكتور عبد الملك أو دكتور فلان هم قراء قرآن. نعم. ياسا نقول شيخ إبراهيم قاري قرآن، يعني إحنا الناس شوفنا نحن قراء قرآن. نعم. صحيح. يعني يجب أن نكون قدوة. أيوة. في جميع المجال. نعم. يعني في العمل هي يعني ما مجرد أنه شخص نقرأ قرآن وهذا لا، أيضا وصل آية الرسالة، أكو أبعاد أخرى، يعني يجب أن يكون على قدر هذه المسؤولية يعني. التزامات. نعم. يعني أنت ما فقط أنا جيت تعلمت قرآن الله منطيني صوت قريت قرآن صليت إمام، أكو بروتوكولات لازم يلتزم بها. بالعكس. أيوة. هذا التزام، يعني المكان اللي أطلع عليه لازم أكون مقيد، ال- 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 أي كلام أتكلمه لازم بالوظيفة مالي أخلاقي. تمام. يتمثلني. نعم. أعاذنا الله وإياكم، يعني العلماء يقولون رب حامل للقرآن والقرآن يلعنه، يعني يقولون لما يقول لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على، يعني هو يقولها ويلعن نفسه. أكيد. فلذلك يعني مسألة يعني هي أمانة ثقيلة، لكن بالاستعانة بالله عز وجل والذي الله سبحانه وتعالى يعني ييسره لها، ولقد يسرنا القرآن لذكر فهل من مدكر، يسره لنا ذكرا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسره لنا أنه يعني نكون متمثلين به سلوكا يعني إن شاء الله. إن شاء الله. أيوة. شيخ إبراهيم ما شاء الله، والله نحن يعني بالنسبة لي ما حسيت باللقاء. الله يحفظك. ما شاء الله. المخرج يقول انتهى اللقاء 50 دقيقة. يا الله يكرمكم. نشكركم. أنا سعيد جدا والله يعني. الله معكم. يحفظك. نحن نشكرك على قبول الدعوة. أكرمكم الله. ونتمنى لك إن شاء الله الصحة. آمين. دائما موفقية في عملكم إن شاء الله. جميعا إن شاء الله. نسمع أخباركم الطيبة إن شاء الله. جميعا إن شاء الله. شيخ الله إبراهيم. نحن سعيدين جدا طبعاً في هذا اللقاء كرم. والله الله يبارك فيك. والله والنعم منك إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر أخي القارئ الأستاذ الشيخ إبراهيم الزكريا، وأشكركم على حسن المتابعة، ونلتقيكم في حلقات قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، إنها كلمة هو قائلها، من هو قانت آناء الليل ساجدا وبينات من الهدى والفرقان.